لو سمحتي، هو الحاج فواز الصياد ما جاش معاك على نفس الرحله اللي جايه من العمره؟ وات ار يو كريزي؟ الحمد لله طمنتيني. يعني انا اغيب يومين تتعطل الدنيا؟ لا اله الا الله، رمضان كريم يا سيدي. بس اسم فواز الصياد ده اسم كبير وعندنا مواعيد لازم نحترمها. يلا كلام موزون، سلام عليكم. فواز بيه، رب صدفة خير من ألف ميعاد. سليم الأشقر، الله، هو الاتفاق كان إننا هنتقابل في المطار؟ إحنا اتفقنا إنه هنتقابل أول ما هأوصل على مصر، وأنا بعدني جاي من بيروت. يا ألف حمد لله على السلامة. يا أهلا، كيفك؟ أستأذن أنا بقى عشان يا دوب ألحق الفطار، وإحنا على ميعادنا، نتكلم في التليفون وآخدك أفرجك المول الجديد. كتير منيح، إذا ما معك سيارة بنوصلك بطريقنا، بنتي جاية تاخدني. لا لا أنا عربيتي هنا. يا أهلا يا أهلا يا حاج، الحمد لله على السلامة، عمرة مقبولة إن شاء الله. تأخرت ليه يا شحاتة؟ يا حاج أنت عارف بقى الشوارع زحمة وأنت عارف نهار رمضان، كل سنة أنت طيب. طب يلا خد الشنط. حاضر يا حاج. لك يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ صار لي ساعة منبش عليك. الشوفير ما إجا بس طلبت لك أحلى ليموزين. فواز بيه، بعرفك على بنتي مايا، بتدرس هون بالجامعة الأمريكية. بسم الله ما شاء الله. فواز الصياد، أشهر مصمم أزياء محجبات بمصر كلها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، لا مؤاخذة ما بسلمش. ما بتسلم كرمال رمضان؟ لا، كرمال ربنا. العربية جاهزة يا حاج. إيه ما في داعي نعطلك هلا. مايا وين عربية الليموزين؟ ليموزين إزاي؟ معقولة سليم بيه الأشقر يكون موجود عندنا في مصر في ضيافتنا ويركب ليموزين؟ شحاتة؟ نعم يا حاج. أنت فهمت طبعا هتعمل إيه؟ فهمت يا حاج. خد الشنط على الليموزين والجماعة يركبوا معايا. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل يا سليم بيه. شكرا شكرا. اتفضل يا ست الكل. رمضان كريم يا حاج. كله بما يرضي الله. أنا بقول نقرا الفاتحة بقى عشان ربنا يبارك لنا. لك أي فاتحة؟ ما تتخضيش قوي كده، دي فاتحة تعارف. إيه بس إحنا بعد ما تعرفنا. هيحصل طالما القلب نضيف وده شغال. أنت كيف بتقدر تدخل قلوب الناس بهالسرعة؟ الحقيقة اللي ما بيعرفك بيخسرك. شو رأيك يا مايا؟ الظاهر إنك ركبت دماغ البابا بسرعة، وهيدا الشيء نادر ما يصير. الحمد لله، ما احنا قلنا انه هيحصل. ما تسمعونا الفاتحه بقى ولا مش حافظينها؟ لا لا حافظينها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هو ما يحسش انه في رمضان الا اذا كان من المكرونه بتاعته. شم ريحتها يا بنتي يا زينب؟ وخرمت مناخيري يا ستي، اللهم اني صايمه. صحيح هو اتاخر قوي ده، خلاص المدفع قرب يضرب. قلبه مش هيطلع انه يفطر بعيد عننا بعد الغيبه دي كلها. وبعدين مش انا اللي قلت انه هو راجع وهو بعد شحاته بالشنط؟ اكيد وراه مشوار مهم وهيرجع على طول. برضه ما بيردش، هريته اتصالات يا اما مقفول يا اما يا اختي ما بيردش. بجد بقى يا موري؟ وايه يا اختي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تيجي تشيلي معايا طبق ولا كوبايه وتساعديني؟ لا اسكيوز مي بقى يا انهار، يا حبيبتي انت عارفه ان انا ايدي مجزوعه ما بعرفش اشيل بيها حاجه. حتى اهو ارحميني، مرارتي خلاص واتشالت، هتعملي فيا ايه تاني يا سميح؟ روحي يا زينب ساعدي ستك انهار وهاتي بقيه الاكل من المطبخ. حضر يا ست. وبرده ما بيردش. صدقي وتأمني بالله تلاقي البنت اللي قاعده فوق اللي عامله رابعه العدويه عارفه هو فين وبتخبي علينا وسايبانا عمالين نحني وننقض في نفسنا. اي ام شور شور. انا كل حاجه بعملها في البيت ده لوحدي يا ربي. فين هدى؟ كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يا أختي مش توفر القراية دي للتهجد بالليل بدل ما تروح عليكي نومة؟ هدى يا هدى.
المطبخ محتسه لوحدي واحنا في ساعه ضيقه. المدفع قرب يضرب، يلا نادي العيال وتعالي. حاضر انهار. نعم هو وصل يا اختي؟ ان شاء الله هيوصل بالسلامه، بس انتي قومي يلا. ربنا يرجعه بالسلامه يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. كده الهلال ظهر والرؤية دي ذهب الظمأ واختلت العروض يا حاج. وحشتوني وحشتيني يا نهار. ربنا يتقبل يا حاج. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني يا هدى. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني قوي يا فواز. لا إله إلا الله، الأذان لسه ما اداش يا سميحة. يا بنت تهدي شوية مش كده. وحشتوني. وأنت وحشتنا يا حاج. وحشتوني كلكم. ربنا يخليك لينا يا حاج. جبت لكم حاجات حلوة حلاوة. والنبي صحيح. شنطة ليكم كلكم. الله الله. العيال فين؟ يا عيال. يا هلا. بابا جه. بابا جه. على مهلك. بالراحة على مهلك. على مهلك. الله أكبر الله أكبر. الله كرومبا كرومبا يا حبيبي الحمد لله متاخره دايما يا حبيبي مين صايم؟ آه. والله صايم؟ آه. طب يلا والنبي يا حاج عشان المدفع هيطلع. يلا بينا كده زي ما انا يلا مين هيقعد جنبي؟ اللهم اني لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا اتفضل. يلا بينا نصلي المغرب. يلا يا حبيبي. يلا بينا. هو ابويا ما جاش يفطر معانا ليه؟ ما زود اللحمه شويه، هو كله عيش ورز، انت بتاكل فراخ، زود اللحمه. حاضر يا حاج، ما هي لحمه يا حاج. طب يلا يلا بسرعه يا عم. ربنا يخليك لينا يا حاج. ادعوا للحاج فواز ابني كله بركه العمر ان شاء الله. انا عاوز كله ياكل لحد ما يشبع، واللي يشبع ياكل لاخر زاده. الخير كتير والحمد لله. والغرابه اكتر يا حاج. انا اقولك انت مش هتفطر يا حاج. يا عم لما الناس تاكل الاكل هيروح فين يعني؟ ننفع الناس اللي ناقصوا حاجه اديله. يلا حاضر يا حاج. اللهم ديمها نعمه واحفظها بالزوال يا رب. خد يا حاج. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد والشكر. حاضر حاضر. يا اللي على الباب مالك مسروع كده؟ ايه يا نوع مش سامعه الباب يعني؟ حاضر. ايه يا بنتي كل ده عشان تفتحي؟ يا ألف أهلاً وسهلاً. اتفضل يابا. اتفضل. ازيك يا نوح؟ الحمد لله يا جدي. معلش يابا البيت مكركب شوية، أصلي ما صدقت إنه علي يروح يصلي التراويح فقلت يعني أنظف كده من على الوش. ولا يهمك، بس أنت سايبة فواز لوحده ليه؟ برضه حفيد الصياد يترمي الرمية دي. ما بيفصلش ولا ثانية واحدة يابا، ودي مخليها عيني في وسط راسي أما هيجننوني. نوح مين سلمي على جده عيب؟ ازيك يا جدي؟ يا حبيب جده. شوفي جده جايب لك ايه؟ خدي يا روح اهو اتفضلي. استني قولي كمان اتفضلي. يلا يا نوح قولي لجده شكرا. شكرا يا جده. العفو يا حبيبي جده. تشرب ايه بقى يا حاج؟ ولا اقول لك انا عندي رز بلبن من اللي انت بتحب. سيبك من رز بلبن، خدي الواد فواز في حضنك. الله. معلش يابا هدخله جوه. ها تعالى يا حبيبي تعالى. ثانيه واحده يا بابا ثانيه واحده.
معاك شوكولاته تانيه يا جدو؟ لا يا حبيبي جدو، بس اقول لك خدي كل دول علشان هاتي اللي نفسك فيه كله. ليه كده بس يا حاج؟ ليه؟ هو انت ولا فواز اخويا يعني حرمني من حاجه؟ هروح اعمل شاي. جدو هم دول كام يا جدو؟ لا يا حبيبي جدو ما تعدهمش، لا يتقل بركتهم. يلا قومي العبي جوه، يلا.